طبعا معنا يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية. كل عام وانت بخير وعساك من عوادة. كل عام وانت بخير اخوي عبد العزيز وعساكم العايدين والسالمين يا رب ان شاء الله. ان شاء الله وياك. اليوم لو نتكلم عن اجواء العيد هذا العام معك. اولا طال عمرك انا اتقدم بمناسبة عيد الاضحى المبارك الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة والى اخوان حكام الامارات واولياء العهود والى شعب الامارات. نحن أمانة في عيد الأضحى أطلقنا عدة مبادرات ولله الحمد، بإمكاننا نحن نقول أن أنجزنا 100% ولله الحمد. طبعا تم توزيع ما يقارب حوالي جميع الأضاحي اللي سواء كان داخل الدولة وخارج الدولة بمعدل 8000 عدد المستفيدين 8000 أسرة، وأيضا تم توزيع كسوة العيد وبعض المبادرات الخاصة سلة الفواكه. والله الحمد يعني نحن حاولنا بما نستطيع أن نرسم البسمة على الأيتام وعلى الأسر المحتاجة المتعففة. نعم. لو نتحدث عن خطواتكم القادمة إن شاء الله تعالى. نعم طال عمرك نحن دائما في الجمعيات الخيرية تكون عندها دائما مواسم، فإن شاء الله نحن الآن راح نستعد للموسم العودة إلى المدارس، بحيث أن نحن نحاول نسوي أكثر من برنامج أو أكثر من مبادرة نرسم الفرحة عليها على الأسر المحتاجة والمتعففة وأبنائنا الطلبة أثناء العودة للمدارس. وأيضا عندنا إن شاء الله راح تكون مبادرات أخرى هي تقديم الدورات أيضا الصيفية والتدريبية للمحتاجين والمتعففين إن شاء الله تعالى. أي كلمة أخيرة حاب تضيفها أستاذ يوسف؟ أنا ونتقدم بالشكر الجزيل إلى إذاعتكم وقناتكم الموقرة، دائما أمانة تدعمين في سواء في المحافل سواء في المناسبات والمبادرات، وأتمنى إن شاء الله أن يعود علينا هذا العيد كل سنة وكل حول، وأتمنى إن شاء الله أن نجتاز الجائحة هذه وتعود الأيام إلى أيامها الطبيعية إن شاء الله. ولكم منا جزيل الشكر والعرفان إن شاء الله تعالى. كل الشكر لك وكل عام وانت بخير. شكرا لك أستاذ يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية. كل عام وانت بخير. شكرا لك. شكرا يا عزيز. شكرا.